السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أحبائي الصغار؟ أرجو من الله أن تكونوا بخير جميعاً. مرحبا بكم في درس اللغة العربية لهذا اليوم. هيا لنبدأ في بداية الدرس ونتعرف على أهداف درسنا لهذا اليوم. أولاً، أن يعبر التلاميذ عن مضمون الصور المعروضة أمامهم بأسلوب صحيح ومناسب. ثانياً، أن يردد التلاميذ النص وراء المعلمة باللغة العربية الفصحى. انتبهوا يا صغاري إلى الصورة التالية الموجودة أمامنا. ماذا يوجد في هذه الصورة يا ترى؟ رائعون، يوجد معلمة، معلمة. ماذا تفعل يا ترى المعلمة في الصف؟ أحسنتم، هي تشرح الدرس للتلاميذ. إذن الأولاد الموجودون أمام المعلمة من هم؟ رائعون، هم طلاب يتعلمون في المدرسة مثلكم يا صغاري. أحسنتم، ما هو واجبنا يا ترى تجاه معلمتنا؟ ماذا يجب أن نفعل كي نحترمها؟ هاها، أحسنتم، إذن نرفع يدنا عند الاستئذان للقيام بأي شيء. أحسنتم، رائعون، أيضا لا نقاطعها أثناء حديثها. أحسنتم، ماذا أيضا؟ أحسنتم، ننتبه إلى دروسنا وواجباتنا ونكتب جميع الواجبات. أحسنتم يا صغاري، إذن علينا احترام المعلمة دائما. إذن عنوان درسنا لهذا اليوم سوف يتحدث عن معلمتي. أحسنتم، معلمتي. ونقرأ جمل الدرس التالية الموجودة أمامنا. انظروا إلى الصورة الأولى. ماذا يوجد في هذه الصورة يا ترى؟ أحسنتم، معلمة وطلاب. ماذا يقدمون لها؟ أحسنتم، رائعون، صغار يقدمون الورود الجميلة. انظروا إلى جملة الصورة الأولى. استمعوا جيدا كي تعيدوا القراءة بعدي مرة أخرى. معلمتي هي أمي الثانية. إذن معلمتي هي أمي الثانية. الصورة الثانية، ماذا يوجد فيها يا ترى؟ أحسنتم، معلمة تشرح الدرس. انظروا إلى الجملة. نقضي معها أجمل الأوقات. نقضي معها أجمل الأوقات. نقضي أي نبقى معها لفترة خلال الدرس. أجمل الأوقات، الأوقات الجميلة، الساعات الجميلة التي نبقاها مع المعلمة في الصف عندما نتعلم الدرس. انظر إلى الجملة الثالثة، ماذا تفعل المعلمة هنا في هذه الجملة؟ رائعون، هي تقرأ الكتاب القصص. أحسنتم، انظر إلى الجملة صغاري، تقرأ لنا قصصا مفيدة. تقرأ لنا قصصا مفيدة. أحسنتم، والصورة الأخيرة يا ترى، ماذا تفعل الفتاة؟ أحسنتم، هي تحضن المعلمة لأنها تحبها كثيرا. أحسنتم، انظروا إلى الجملة، كم أحبك يا معلمتي. كم أحبك يا معلمتي. يا صغاري نقرأ جملة الدرس الأولى مرة أخرى. أتمنى من الجميع أن يقرأ ويعيد القراءة مرة أخرى ورائي. معلمتي هي أمي الثانية. ثم نقضي معها أجمل الأوقات. ثم تقرأ لنا قصصا مفيدة. الجملة الأخيرة، كم أحبك يا معلمتي. أحسنت، اقرأوا الجمل وأصلوا بالصورة المناسبة.
جمل الدرس موجودة أمامنا والصور يا صغاري، يجب أن أصل كل جملة بالصورة المناسبة لها. الجملة الأولى: كم أحبك يا معلمتي. الصورة المناسبة لها أحسنتم هي الثانية، ثم معلمتي هي أمي الثانية، أحسنتم هي الصورة الأخيرة، ثم تقرأ لنا قصصا مفيدة، أحسنتم هي الصورة الأولى، ثم نقضي معها أجمل الأوقات، أحسنتم هي الصورة الثالثة، أحسنتم يا صغار. والآن في ختام درسنا لهذا اليوم، أتمنى لكم كل المتعة والفائدة. يجب أن نحترم المعلمين دائما، وأن نستمع وننتبه إلى شرحهم، وأن نستأذن عندما نريد أن نطلب أي شيء داخل الصف. انتبهوا إلى أنفسكم. ألقاكم غدا إن شاء الله في درس جديد من دروس اللغة العربية. إلى اللقاء.